السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة ساعدك إن أنت تكتب أسرع وإن أنت توفر الوقت وإنت بتكتب إيميل. زي ما أنت شايف، أول ما بتكتب أي حاجة هو بيخمن الكلمة اللي بعديها من خلال الذكاء الاصطناعي، ويقدر يكمل لك جمل كاملة. مجرد إن أنت تدوس تاب بيروح منزلها لك بالشكل دوت. ولو في أي إيميل يقترح عليك الرد على الإيميل على طول. هي عبارة عن أداة هتسطبها كومبوس AI بارد رايتنج تول. مجرد ان انت تزودها تيجي هنا تقول له مثلا هاي فمثلا تقول له كان يو تلمي، انا كتبت كان هو كمل كان يو تلمي يو، وهكذا. مثلا ممكن تقول له ايه ميت، انا كتبت ميت واقول له تاب يروح مكمل. فهي ده تساعدك في ان انت تكتب بسرعة ردا على الايميل.